مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وبدايه اسبوعنا يوم الخميس من الخميس لحد من 6 ل 7 واللمه الحلوه. طبعا دايما بنتكلم في موضوعات اجتماعيه، موضوعات بتهم كل الاسره المصريه، كل افراد الاسره المصريه. دايما بنتكلم عن علاقه الست بالراجل. النهارده هنتناقش ومعايا رانيا ونور. رانيا ازيك حبيبتي؟ ازيك يا مول؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله يا مول. اخباركم ايه؟ منورين بنورك دايما. والوانك منوره يا رانيا. والله بحاول بحاول مزهزهه وجميله. المهم احنا النهارده موضوعنا هنتكلم عن السن المناسب للجواز. ناس كتير قوي زمان طبعا كانوا دايما يقولوا ايه، لما بنوصل لسن معين بنت لو وصلت مثلا 20 سنه وما كانتش اتخطبت ولا اتجوزت تبقى مشكله كبيره، تبقى كده خلاص يعني ننسف، يعني كده خلاص ما فيش حد عايزها. طبعا المواضيع دي اختلفت والاعمار بقت ب 30 و 35 و 40 كمان. طيب الاصح انهي؟ ان احنا نتجوز في سن صغير ونبتدي حياتنا مع بعض ونبتدي كده واحده واحده ونكبر مع بعض، ونكبر قصدي في امكانياتنا حتى، مش قصدي نكبر سنا، ولا لا لما نبقى ناضجين كفايه ولما نبقى عاقلين كفايه وفاهمين يعني ايه مسؤوليه ويعني ايه جواز نفكر ان احنا نتجوز؟ بصي يا موهي، انا اقول لك حاجه، لو احنا مسكناها بالورقه والقلم هنقول اصل في عوامل صحيه، في عوامل ان انا لسه عندي مجهود لازم الحق اجيب عيال وانا ليا طقطان وكده. لكن هو برضو احنا لازم في الاول وفي الاخر نفتكر كلمه ان في حاجه اسمها اسمه ونصيب. طبعا طبعا انا ممكن ابقى ناضجه عشان انا تعرضت لتجربه في حياتي مثلا، فابقى ناضجه وانا في 25، وممكن ابقى مدلله فافضل طول عمري كده طيب هايفه ومش متحمله المسؤوليه، انضج عند ال 40 يعني. هي ليها علاقه اكتر بسن النضج. انا مستعده اتجوز، طب ما انا ممكن ابقى مستعده اتجوز وشوفي بقى 10 20 30 واحد على ما تلاقي يمكن هو كمان يكون عنده استعداد للجواز أو ينفع ماتيريال تنفع للجواز، لأنه مش كل راجل. فعلا في ناس بتبقى صعبة عليها المسؤولية، وخصوصا الراجل لو سنه صغير بيبقى المسؤولية صعبة عليه، وإن هو يتربط وإنه يبقى عنده عيل وإنه لازم يصرف ويعمل. بحس إنه يعني يمكن في الولاد أو في الشباب يعني صعب إنه السن الصغير يعني تتجوزه وتبقى ناجحة، لكن في البنات ممكن، وممكن زي ما بتقولي بالظبط يا رانيا. في جامعات يا معها عملت دراسات، واحدة منهم قالت ان من 28 ل 32، وفي ناس قالوا لا من 38 ل 45. حلوة انتي 38 ل 45 دي لطيفة جدا. شكلك كنتي حلوة. لا اصل انا بجد بشوف، مش عارفة طبعا، هي كل حالة بتختلف على حسب الكابل نفسهم، على حسب الست والراجل. انا مش مع التعميم في اي حاجة، بس انا بشوف ان هم برضو لما يوصلوا لسن، هقولك على حاجه، السن المناسب اللي هو فعلا سن مثلا ايه 28 ابتداء من 26 كده فما فوق شويه يعني لغايه 35 بشوف ده السن المناسب. هقولك وجهه نظري. وجهه نظري ان في السن الصغير بيبقوا لسه ما شافوش كتير وما عرفوش كتير ومش قادرين يتحملوا المسؤوليه. المسؤوليه مش جواز، مش ان احنا قاعدين في بيت واحد وخلاص لطاف مع بعض، وهي يلا نخرج ويلا مش عارف ايه، جبنا بيبي الله فرحانين بيه وهنلعب معاه. لا، مسؤولية بتبقى بجد مسؤولية جامدة. حاجة تانية ان احنا لو استنينا لسن كبير شوية بتبقى صعبة بجد. سألوني انا بقى، عندي صحاب كتير اتورطوا في الحكاية دي. ليه؟ لان بالذات في الراجل بيبقى خد على ان هو حياته تستمت على الحرية. ليه الراجل يعني والست برضه؟ لا احلاها عيشه الحريه. الست هقولي طبعا انا معاكي جدا في مساله الحريه، بس الست دايما دايما بتدور على انها تبقى زوجه، تبقى ام، تبقى ربه اسره، يبقى عندها بيت، يبقى عندها عيله. الراجل مش شرط خالص يبقى عنده الاحساس ده، وبيبقى اتعود على ان هو يبقى لوحده، كلمته هي اللي بتمشي في البيت. يعني عارفه زي لو قاعد مع اهله ده وضع، لو قاعد لوحده كبر شويه وقاعد لوحده خلاص هو المتحكم في كل حاجه. مين دي بقى اللي هتيجي تقعد تقولي انت نزلت ولا انت طلعت ولا لا ما نعملش كذا ولا لا هات معاك وانت جاي لبن وعيش وحاجات كده؟ هو صعبة جدا. طب مش هتتفقي معايا ان حلم البنت والعروسة وان انا لازم اتجوز وان انا يبقى عندي بيت والكلام ده بس في المجتمع الشرقي بتاعنا، لكن بره لا خالص. بره طبعا مش هيفرق معاهم، بس مش هيفرق معاهم التوقيت.
انما بيفرق معاهم برضو الجواز بدليل انهم بيتجوزوا بيقعدوا متصاحبين مثلا 10-15 سنة ويخلفوا وبعد كده يقرروا ان هم يتجوزوا. فاذا الجواز برضو مهم عندهم طبعا، مش مربوط بمدة زينا، احنا دايما لازم نبدر عشان نبقى يعني شفتي بنت خالتك شفتي بنت طنطك وجارتك وجارتك ومش جارتك وبنت خالك وكل ده. ولان اي علاقة اصلا بتاخدها البنت ايا كانت هي عاملة ازاي، ما حد المجتمع ما بيقبلهاش الا لو كانت في اطار الجواز يعني حبت او مثلا في صحوبيه او حاجه زي كده. طبعا انا بتكلم بلغه الشباب دلوقتي او بلغتنا احنا، انه احنا نبقى متصاحبين او كده. لحد النهارده المجتمع مش كله بيبقى قابل برضو الفكره دي، فطبعا ضروري ان البنت هتبقى بتسعى للجواز. وعلى فكره فيك حاجه كمان، ان هم ممكن تكون البنت بتسعى للجواز بدري عشان تخلص من بيت اهلها. دي شفتها انا كتير كذا تجربه كده، التحكمات والضغط وكل حاجه. بقى عايزه اسافر لما تتجوزي يبقى سافري، عايزه اخرج لما تتجوزي يبقى جوزك يخرجك، لما ليه لما ابقى اتجوز لما ابقى اتجوز ليه ما اعملش الحاجات في بيت اهلي وابقى عايشه معززه ومكرمه. ما خليكيش تعملي كمان كل حاجه وانت بتعملي حاجه اصلا، ما دي بقى بتبقى واقعه سودا دي ما بتلحقيش. لا ودايما انت تحت طائلة أو تحت قانون حد، يعني أنت في بيتك مع أهلك تحت طائلة قانون الأسرة اللي هو الأم بالزبط. والأب بيقولوا لي اعملي وما تعمليش، تخشي بيت جوزك تبقي تحت طائلة جوزك اعملي وما تعمليش. دي بقى هتشتغل لوحدها إمتى؟ لا ده في إيه؟ لا ده في إيه؟ ده بعد كده لو يعني جوزك ده هدي بقى شوية وخلاص وبتاع وأنت كبرت وعقلت وكده، تلاقي بقى أولادك إيه يا مامي اللي أنت لابساه ده؟ إيه يا مامي اللي وأنت خارجة ليه دلوقتي؟ طول العمر تفضلي تحت طائلة قانون حد. انا مش عايزه اعيط. لا ما تعيطيش. اصل انا يعني الفكره دي هي لطيف ان الواحد يتجوز شويه بدري علشان يبقى اولاده وصحابه وكل حاجه، بس فعلا الواحد بيبقى يعني مزنوق في حاجات كتير والمسؤوليه والطلبات والولاد، ولما يكبروا الولاد شويه زي ما مها قالت يبداوا هم كمان يفرضوا عليا ارائهم والحاجات اللي هم عايزينها، وازاي مامي تبقى عامله كده لا اعملي كده. فالموضوع بيبقى صعب قوي، بيبقى محير قوي بالنسبه للبنت. فانا بشوف انه خير الامور الوسط، وانه فعلا سن من 26 ل 28 نبدا نفكر في الجواز، ده دي حاجه كويسه وعقلانيه. 28 ل 32 حلوه برده، نزق يعني ندي براح اشتغلت طيب حققت نربطها بالسن ولا نضلش السن خالص وما نجيبش سيرته، ولما نلاقي اسمتنا ونصيبنا نبقى نخش نجيب يبقى نرتبط. هو برضو يعتمد انت هتلاقي اسمتك ونصيبك ساعتها، هتقرري انت عايز تتجوزي عشان انت لازم تتجوزي، ولا علشان انت قابلتي الشخص اللي هتعرفي. يعني خلي بالك في فرق بين حاجتين، في اللي هو بيبقى يعني رفيق الحياة، وفي شريك الحياة. اي حد ممكن يبقى شريك الحياة، اي حد صح. لكن رفيق الحياة انت بتنجوي كل حاجة بتعمليها معاه، حتى لو هتروحي تمشي في التراك. امتى بقى هتلاقي ده؟ ايا كان السن. هو ده اللي انا قصدي عليه، هو ده اللي انا قصدي عليه، ان احنا بلاش نربطها بسن، بلاش نربطها ان احنا صغيرين ولا لا، احنا كبرنا ولا لا، مش عارفه ايه. لما تلاقي الانسان او لما انت تلاقي الانسان اللي تقدر تشاركها حياتك وتبقى سعيد وانت قاعد معاها في البيت، انت سعيد وانت بتعدي عليها في شغلها، انت سعيد وانت مستنيها وهي بتشتغل وهي نازله لك، انت سعيد وانت مع اسرتك معاها، كل ده يبقى انت لقيت الزوجه الصح، هي دي اللي ممكن تكمل معاها حياتك. مش مساله سن ولا مساله. ما هو في الراجل يا مها ده سهل، لكن مع البنت صعب، خصوصا لو اهلها بقى فوق دماغها انت ما اتجوزتيش ليه؟ ما يلا تتجوزي ويجيبوا لها عرسان وما تقبلي ما ده كويس، ده بيبقى صعب قوي، وبيخلي البنت نفسها في صراع مع الساعه اللي بتعدي عليها. كل ساعه بتعدي عليها بتتحسب من عمرها للاسف، فبتبقى بتتخانق مع الوقت انها عايزه تلاقي عريس عشان تسكت اهلها، عشان تخلص من القمع اللي حاصل في البيت، اللي هو حتى لو نفسي يعني هو قمع نفسي، لو انت ليه ما بتعمليش، ليه ما بتتجوزيش، ليه. فده برضه ضغط. فكرك يا رانيا ان ده لسه بيحصل كتير في مجتمعنا؟ بتهيألي في الجيل اللي هو دلوقتي لسه الأمهات في الخمسينات لكن الأمهات بقى اللي هم دلوقتي في الثلاثينات لا، ده مش هيحصل، لأن بتهيألي يعني ما بقاش في حد بقى له كلمة على عياله دلوقتي يعني. هي شكرا. حصل ايوه حصل، مفيش كلمة يحصل. لكن أنا لو سألتيني أنا عندي بنت، لا أنا مش هخليها تقعد تستنى الثلاثين بجد، اخرها معايا 28. شفتي انها بتقول هتقول لها هتتجوز وهتضغطي عليها برضو يا رانيا؟ فعلا انا اللي هختار لها كمان. تخيلي تخيلي. دكتاتوره.
اللي هو لا يعني اي حد دلوقتي قاعد بيتفرج يقول لك بقى الست المذيعه اللطيفه الشيك دي يعني ده يكون تفكيرها. جدا. انت راجعيه يا رنا؟ لا مش راجعيه، بس اكيد انت مش بتطلعي الدور الرابع، بتطلعي الثالث وبعد كده تطلعي الرابع، فاكيد هتاخدي من الدور الثالث الخبرات اللي الناس عدوا بيها. فلما تطلعي بعد كده تبقي طالعه وانت واخده معاكي ادواتك. البنت يعني يا دوب كده علشان تلحق تشيل وتلحق تلاعب لكن بعد الـ30 هتبقى خلاص بقت كارير اورينتد، مهتميه بشغلها. صح. مهتميه عايزه، لا عايزه اسافر، متت بالحاجه اللي عملتها لنفسها خلاص. الطموح خلاص بيروح بقى في حته تانية. يعني ابتدي بقى مش بس ان انا بحقق ذاتي، لا احقق ذاتي هنا واسافر كمان، ايه المانع؟ صح. ولو سافرت خلاص بقى باي باي. صح. طب انت الست لما عارفه ان دلوقتي نسبه كبيره جدا من الشباب بيسافر يتعلم بره وخلاص ويقول لك ما افتكرش ان انا هرجع. مش مع لو عندي بنت برضو لا مش هتسمحي بكده تسافر؟ انها تسافر تتعلم بره وانها لانها تكمل تسافر تتعلم بره اساسا؟ لا انا بتصدم، انا مش مصدقاكي يا رنا جدا. ده انا قلت انت هتبقي فيمينست ومع بنتك لو يعني بتقفي في ظهرها كده واعملي يا حبيبتي مذيعه بقى واعلاميه وشعر اصفر وبتاع جو متحرر ولطيف. طب يا جماعه احنا عندنا حاجه هنا يعني بجد ده اكسكلوسيف، حاجه فعلا مختلفه. يعني على فكره انا معاكي في جزء ان انت عندك خبره وشايفه شاب فعلا كويس وانه ممكن فعلا قدام يبقى البني ادم ده كويس وامين على بنتي فافضل ابوش عليها انه الولد ده كويس فكري فيه وكده. بس مش مع حته ان انا احط لها ليميت عمري بصراحه، اصل حرام يعني. لا انا لازم هبقى عامله بلان من الاول، يعني لازم بجهز الموضوع من الاول.